في الخطوط الأمامية اصطفوا، وأمام عدو لا يرى سلموا ووهبوا أنفسهم، وما كان تسليمهم بالهين، رجال ونساء صدقوا ما عهدوا الله عليه، فكانوا سندا يستند عليه السليم والمريض وحتى المعافى، أطباء كانوا، إلى أن الكورونا حولتهم إلى جنود وكتائب، همهم الوحيد القضاء على فيروس تجاوز حدود الوطن دون إذن وتربص بأرواح وصحة المواطنين. الحرب الضروس التي خاضها ولا يزال هؤلاء ليست حربا عاهدت النار والاقتتال، بما أن العدو لا تخمده نار ولا طلقة، ذخيرتهم في المعركة كمامات قفازات وبذلات بيضاء تدل عند ارتدائها على الأمل، الحياة، التحدي والشجاعة. ولأن المهنة اقتضت كانوا ولا يزالون وسيبقون على مهمتهم ساهرون ومجندون لإنقاذ الأرواح وتقديم جرعات الأمل أمام فيروس قاتل كان وبميدان شرف قد فتك حتى بقائد من قادة جنودنا البيض. Dans la vie, tout a une fin. À partir, pourquoi? Parce que, comme disait Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Moi, je disais, j'ai réalisé un rêve. الدكتور مهدي سحمد وسائق سيارة الإسعاف جمال طلحي، أسماء ستبقى حتما في لغة الإنسانية رمزا والوطنية مثالا والمهنية شرفا. المسؤولية التي تقع على عاتقهم والتضحيات التي يقدمها الأطباء دون أدنى تردد منهم في سبيل سلامتنا، أفلا تستحق أن نخفف وننقص من عسارة المشهد عليهم باحترام الحجر الصحي والبقاء في البيت؟